إذا خلينا نبدأ في هذول الأمور. أول شيء راح نستعمل الباوند، 1 باوند يساوي 0.4536 كيلوغرام. أوكي، الإنش شو بيساوي؟ 1 إنش بيساوي 1 على 12 من إيش؟ من القدم، والقدم بيساوي 30 سنتي. 30 سنتي. أول شيء ليش نعمل هيك؟ ليش نعمل؟ خلص نعمل مباشرة الإنش شو بيساوي؟ كم مليمتر؟ 24.4 مليمتر اللي هي 0.0254 مليمتر. هذا اللي بدنا اياه، مش هيك؟ هيك تسمح لي. طيب وايش ضلني فيه؟ جي راح افرض انها 10 متر بير سكند سكوير اللي المفروض تكون 9.8. او خلينا ناخذها على الكمبيوتر. اذا اول شيء بدنا نحول، هلا بدي التورك، انا التورك بيساوي 166 باوند فورس انش، ويساوي هلا راح اضربه. اول شيء بدي احول من باوند لكيلوغرام، فراح احط يونتي براكت، باوند فوق فبدي باوند تحت، وبدي كيلوغرام فوق، وبدي باوند 4536، هذه يونتي براكت مضبوط. وبعدين بدي كمان بدنا نحول، لسه احنا بدنا نحط كمان جي، لازم نحط جي مضبوط. الباوند هاي الباوند هاي فورس، مش هاي باوند ماس، مش هيك؟ فلازم احول من باوند ماس لباوند فورس، مش هيك؟ بس بدنا جي برضه جي برضه جي. هلا هون رح نعمل الباوند اصلا فورس ممكن، لا لا بيفرق. انا قلت فورس 0.4536 كيلوغرام، هاي بتساوي باوند ماس مضبوط. الباوند فورس رح تصير عندي 1 فورس راح تساوي 0.5436 كيلوغرام مضروبة في جي راح تعطيني باوند فورس مضبوط، ومضروبة هاي في 9.81. ف1 باوند فورس راح تساوي 0.536 كيلوغرام في 9.81، فمباشرة بإمكاني أعمل هون 1 باوند فورس وأقلل باوند فورس اللي هناك وأضرب هون في 9.81 متر بير سكند سكوير. راح يختلف عندي الباوند فورس، ايش راح يجي محله؟ راح يجي كيلوغرام متر بير سكند سكوير. ايش كمان بدي اعمل؟ بدي نحول الانش، عندي انش فوق، بدي الانش هون يكون 1 انش تحت، ايش عندي فوق؟ 0.0254 متر. وهي كمان يونيتي براكت، يونيتي براكت، يونيتي براكت، مش هيك؟ راح يشطب هلا معي الانش، راح يشطب معي الانش، والباوند فورس راح يشطب معي الباوند فورس. ايش المفروض يضل معي هون؟ نيوتن متر، خلينا نتاكد ان النيوتن متر مضبوط يضل معي. عندي هون كيلوغرام متر بير سكند سكوير، هذا نيوتن مش هيك؟ في متر؟ نيوتن متر. اذا هاي كمان احد الطرق نتاكد انه شغلنا صحيح. هلا قديش الرقم اللي بيطلع معي؟ 18.77. قديش؟ 18.77 عالي، نسبيا عالي. 18.773 متر. طيب بدنا السرعه اللي بيمشي عليها، هاي مباشره بامكاني احولها هلا سبيد اوميجا ريتد تساوي 15 ار بي ام بقسمها على 60 صارت ار بي اس وبضربها في 2 باي صارت ريتد بير سكند، اللي هي بتصير 2 باي على 4 مش هيك؟ 2 باي على 2 اللي هي تقريبا 1.5. قديش؟ 1.5. هلا شوفوا كيف راح نحاول نحطها بالكيرف. ممكن نحسب الباور. ممكن نحسب الباور تمام، قديش كانت الباور؟ كم ار بي كم كم هورس باور قلنا؟ بالربع. 1/12. خلينا نتاكد الباور صحيحة. هلا احنا عندنا هون مباشرة بامكاني اضرب الرقمين هذول، شو تعطيني؟ مش مفروض اذا ضربت التورك في اوميجا يعطيني باور؟ قديش الباور من هذول الرقمين؟ بالواتس تمام؟ 1.57 في 18 قديش تعطيني؟ 29.45 واتس. خلينا نشوف اذا هاي صحيحه. هل 1 على 12 قديش الهورس باور بيساوي؟ 746 واط مضبوط. احنا عندنا الباور بتساوي 1 على 12 في 746، قديش 746 على 12؟
1.57 ضربناها في 18 مضبوط اعطتني تقريبا واحد ونص اعطانا تقريبا 30 لكن هون عم بعرفش ليش اختلاف هلا بينهم ما بعرف شو الاختلاف بينهم بنشوف هلا لو جينا رسمنا سبيد تور كيرف تبعنا هلا انت سالتني هون كيف بنحول البلسز خلينا نشوف كيف بنحول البلسز بدنا نشوف هلا عدد البلسز بير ريفولوشن هلا ما بنعرف 18 18.73 18 18.73 18 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
او من revolutions per minute ل pulses per second. خلينا نشوف كيف نحولها ل pulses per second. اذا هو عماله بيعطيني 15 rpm، اذا عدد ال pulses per minute قديش رح يكون؟ 15 مضروب في 200 مضبوط، اللي هي قديش؟ 3000 هاي بلس بير مينت. بدي اقسمها على ايش حتى تعطيني؟ بدها تصير بلسز بير 60، فبدي اقسمها على 60، فبصير عندي بلسز بير سكند بتساوي 3000 على 60 قديش تعطيني؟ 300 على 6 50 بلسز بير سكند. فهذا الاكسس بقدر اشيل الان هاي وايش احط محلها؟ 50 بلس بير سكند. هاي رح تكون نقطة بنور فيها سبيد تورك. هلا لو رجعت للديتا شيت لهذا وطلعت الهولدنج تورك شو بعطيني؟ بعطيني الهولدنج تورك ايش تعريفه؟ هو التورك اللي بعطيني اياه المحرك على زيرو بالنسبه للريت. لا مضبوط مضبوط. هلا ممكن هو بيتحمل اوفرلود ما بعرف، بس هي مش اللي هون، لانه لو كانت اللي هون هاي مضروبه بزيرو سبيد، الماكسيمم باور بتصير هون عند نقطه معينه. انا ما بعرف، احنا نفكر فيها نشوف شو الاختلاف، ايش سبب الاختلاف هيك، بس هذا بعطيكم الفكره العامه. هلا انت لازم تشتغل على النقطه هاي اذا كانت هاي السرعه اللي انت بدك تشتغل. ماشي، في اسئله ثانيه؟